ذكر ابن القيم نصوص الفقهاء أن هذا وأمثاله الذي لا يملك نفسه تفز نفسه لكل شيء ويصيب الناس بالعين، قال هذا يسجن، يسجنه الإمام ويجري عليه النفقة ونفقة أهله وكذا، بس إنه محبوس يقول حتى يموت. لماذا؟ لأن خروجه من السجن إيذاء للناس، فيقول أنت مسجون ماكل شارب نايم ولك نفقة وهلك لهم نفقتهم وكذا وكذا، لكن لا نتركك تعيث في الأرض فسادا، تعين هذا وتعين هذا. فالعين حق، العين حق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وإذا استغسلتم فاغسلوا، يعني إذا إنسان أصاب غيره بالعين وطلب غيره منه غسله أو وضوءه فلا يتردد يعطيه، لأنه قد يكون أصابه بالعين وهو لا يقصد ذلك، لكن نفسه فزت على هذا الشيء غصب عليه.